بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوف الكرام، أهلا بكم في حينا. نتشرف بحضور هذه الوجوه النيرة. في الحقيقة صاحب الحرفة دائما يميل إلى حرفته. أنا كنت في قطاع التربية وأشرف على مجموعة كبيرة من الأساتذة، أقيم أدائهم وخدمتهم إلى آخره. لما سمعت هذه الوجوه النيرة تتحدث فوجئت بالمستوى العالي لتدخلاتها، فوجئت كذلك، والذي فاجأني كذلك إلمامهم بمشاكل البلدية. لديهم تحليل ولديهم شعور بالمسؤولية، هم لم يعدوا بشيء وإنما كانوا متيقظين إلى أنهم سيبذلون الغالي والرخيص في سبيل تحقيق جملة من المطالب لهذه البلدية وما أكثرها. كذلك أود أن أتوجه بالشكر لصاحب الشكر، وهو السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي مد يده لمثل هذه الطاقات الشابة، لأنه يريد أن يفجر فيهم هذه الطموحات وهذه الأعمال وهذه الآمال التي يسعى من خلالهم إلى تحقيقها في إطار ما يعرف بالجزائر الجديدة. والذي يستهزئ بهذا المصطلح الجزائر الجديدة هو جاهل لا يفقه شيء. لماذا؟ لأن سنوات الفساد فاقت 30 سنة يتطلب إصلاحها نفس المدة تقريبا، ولكن بمثل هذه الوجوه النيرة نحن نأمل أن تكون المدة قصيرة لإنجاز ما يمكن إنجازه وإصلاح ما يمكن إصلاحه. 30 إن شاء الله. في الحقيقة أنا كانت لدي 3 كلمات، كلمة أوجهها للمجلس القادم، وكلمة أوجهها لرئيس المجلس القادم، وكلمة أوجهها للشعب. يجب أن تعلموا بأن بلدية والنوغة من أفقر البلديات. لما تجي الميزانية لبلدية تجي مقسمة، وما على العضو إلا أن يمضي على توزيع ما تم توزيعه في الولاية، فلا حول ولا قوة له. نأمل في إطار المناقشات التي تجري في إطار قانون البلدية الجديد أن يكون للمجلس كلمته. المجلس وبداية الهوان في المجلس هو لما يدب الاختلاف بين أعضاء المجلس. لما يختلف أعضاء المجلس تبدأ الصراعات وتبدأ الانحيازات وتبدأ المناوشات، ويفشل رئيس البلدية وتفشل البلدية من ورائه. فنأمل أن يكون لهذه القائمة الأغلبية المريحة لكي تمرر ما يمكن تمريره من قرارات. رئيس البلدية يجب أن يتخلص من عباءة رئيس الحي أو رئيس الدوار. يجب أن يعي بأنه رئيس البلدية بجميع أحيائها، يشارك الناس في أفراحهم ويشارك الناس في أطراحهم، ويطلع على أوضاع الناس وعلى ما يحتاجه الناس ولو بالكلمة. ونحن نعلم أن رئيس البلدية القادم سيكون مقصوص الجناحين، لا يملك شيء، ولكن لسانه يملك كل شيء. إذا كان جئتني واطلعت على أحوالي وأعطيتني كلمات من أجل التصبير فهذا هو الذي يعني. أما أن يغض الطرف ويهمل الناس ولا يطلع على أحوال الناس، يبدأ يدب ويتسلل في قلوب الناس كراهية رئيس المجلس. ينظرون إلى المجلس يركب الصباحي هي خارج
العشية يجيب مطرق تعشوه وينقي فيه في دروسه. هذا هو الخطأ الكبير. رئيس البلدية يجب أن يكون مطلعا على أحوال أهل البلدية ولو باللسان وكلمة طيبة. الكلمة التي أوجهها كذلك للشعب، الشعب كثير المطالب وينظر إلى البلدية وكأنها تملك المفتاح السحري لمشاكله، وهذا خطأ. البلدية لا تملك ما يقدم للشعب لأنها لا تملك شيء. على سبيل المثال، مدخول بلدية والنوغة ربما لا يتعدى 15 مليون، مدخول بلدية حمام ضلعة يتعدى 15 مليار. وشوف الفرق، شوف الفرق. مع وجود هذا المشروع تاع قانون البلدية الجديد والذي يطلب من المجلس أن يخلق الثروة ويفكر في كيفيات لإدخال الثروة، طبعا البلدية أنتم تعرفون مشاكلها ولا يمكن الإنسان أن يتدخل في أي شيء ما عدا بعض الرتوشات ربما التي يتسلل منها أعضاء المجلس لخلق فتات الثروة التي يتحدثون عنها. وبالتالي الشعب لا يجب أن يكون لحوحا وملحاحا على رئيس البلدية هات 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 هات، لأنه لا يملك شيء. لما تتكافأ هذه الأركان الثلاثة، مجلس قوي موحد خلف رئيسه، رئيس قوي ملم ومطلع على أحوال البلدية، شعب في ظهر المجلس وداعم له، ربما نستطيع أن نحقق شيء. والمثل موجود، درنا حركة احتجاجية في عين الإجراد عيقاز، ربما رانا بدينا من أحسن البلديات على المستوى الوطني في نسبة إنجاز هذا المشروع. درنا الحركة الاحتجاجية على قضية مثلا الماء، الماء هو في إطار أو في طور الإنجاز، والعام إن شاء الله الصيف القادمة ستحل جميع مشاكل الماء. نزيد كلمة لأهل المجلس، أنتم ربما تنظرون لقائمتكم من الداخل وتعتقدون بأنكم ستكونون